ما لك تستنى يفضل ايه؟ خلاص بدل لك هيك تصور صار دقيقة تصوير. يا عيني ولا منو ولا شنو ولا ميدو. اليوم ميدو عملتنا شو عملتينا اليوم ميدو؟ طبعا هاي المعكرونة تذكروا قبل فترة قديمة ما عملتيها، هي اختراعها طبعا برمضان، هي اختراعها عملتها عادي. بتجيبوا اي نوع معكرونة بدكم اياه بتسلقوه، وهلا بحطوا لكم المقادير ويا عيني دوقوا بعدين. الشي بشهي، في زبدة، في سمنة، ايش في كمان مكونات، هلا بحط لكم اياهم كلهم. اوكي، حطت شوية سمنة وشوية زيت. اوكي، سمنة الاصيل طبعا. هلا بتحط شو المعكرونة عشان ايش تقليهم مع السمنات. ريهانا بوتت، ريهانا بكفي مو بكفي مو بوتت، ما مع بيتي الأرض بيعمل عطيني المعلقة. هدول اللبن بكفي؟ لا هدول من هدول يعني. طبعا السمنة وينها؟ أصيل هاي. أوكي يلا بوتت بست بروير. هلا احنا بوتت سمنة شوية زيت ومنحرك المعكرونات. اوكي هلا بنحط شوية فلفل اسود. حطيته بالثلاجة ميدو. اي بوتت انت بصير شو؟ اخرس. طيب هلا ماما هون ايش حطيتي؟ لبن وثوم وملح وشوية فلفل احمر. طبعا اللبن حسب الكميه، يعني اذا كنت مثلا كيس كبير بتجيبوا علبه زبادي كبيره وتحطوا لبن مع سنتوم وفليفله بهارات فلفل احمر حلو وشويه ملح، والفلفل بتحطوه على المعكرونه مش ضروري تحطوه على اللبن. هلا بنحرك بنقلي المعكرونه. تحرق يا مو؟ ماشي يا مو. بين ما يتقلوا المعكرونات ما بدها تعمل شو؟ موز بحليب. انا بموت على الموز بحليب، بدي أرجيكم مام ميدو كيف بتعمله. طبعا إذا عندكم موز هيك بيكون كتير مستوي عشان الجو هيك، حرام ما تكبوه، اعملوا كوكتيل موز وحليب. يا عيني يا عيني. هدول للجبن للمعكرونة كمان. اوكي جبنة كزبرة. جعت انا، شعد شعد. اوكي بتجيب بتحطوا الموز هون، سكر، حليب وايس. هلا بدي اسنون ميت. اوكي اول يس ايس العب احلاش هيك. ها اي سهله هيك الحركه الصغيره عشان تحطي الحليب. يا عيني حطوا حليب طبعا وحطوا ثلج. اوكي وسكر، ثلج وسكر وحليب بس، وبتخلطوا على الخلاط وبطلع ايش؟ موز وحليب بشهي. نحن الموز وحليب ما بنحبه كتير تقيل. وهي خلصت. يا سلام بشهي، تفكروا. اوكي
ماما اخذت شوية معكرونة وحطتهم فوق شو؟ فوق خلطة اللبن. طبعا هاي لكل الناس اللي عندهم بيبي ما بحبوا كتير الاكل، اذا جربتوا ليوم تعملوا لهم المعكرونة بلبن رح يحبوها كتير. اوكي، بتحطوا زي ما قلت لكم لبن، فستوم، فلفل بهار احمر حلو، وشوية كزبرة. بتحركوها يما بتشهي، الصغار كتير بحبوها. اوكي، هلا بدنا نعمل المعكرونة الثانية. هاي جبنة شوميدة، جبنة بيضة نابلسية، جبنة بيضة نابلسية. يلا حركي، حطيها كلها. كلها؟ كلها يا دوب. هاي دي جبنة بيضة نابلسية. يلا بوتت ماما الكزبرة مو؟ هلا حرك زي ما عم تشوفوا. خلاص ماما بتكفي. اعطيني البقدونس. حطينا البقدونس فوق المعكرونة. سهل كتير. الكزبرة، سوري كزبرة. خلص، لا كتير كزبرة هيك، لا مو طيب كتير. حطينا الكزبرة فوق الجبنات وخلص هيك عم نحرك. بتشهي تشهي، سهلة وبسيطة صبايا، كتير زاكي ومفيدة بنفس الوقت. زي ما قلت لكم للصغار معكرونة بلبن، معكرونة بجبنة بحبوها كتير. صحتين وهنا عقلنا. نطفي الغاز هيك، هلا بدنا نروح ناكل. يلا باي باي. البنوتات بيسألوني عن الفونديشن اللي بستخدمه، هذا من كريلا. اوكي، طبعا ما بقدر احكي لكم الرقم لانه حسب كل وحدة هي ونوع بشرتها ولون بشرتها. بدي احكي لرونز ثانك يو على علبة البراشينج تاعت الميك اب، بتجنن. اي لاف ات، ثانك يو حبيبتي رونزي. اوكي، عم تسألوني عن التريننج اللي كنت لابستها اليوم. جين كنت لابستها اليوم من عند كوكو ان جي. هلا بحط لكم اكاونتها، عندها تريننج كتير حلوين. اوكي، واخذت من عندها كمان، شوفوا هذا الدرس كمان من عند كوكو. هذا الدرس بس ما لبسته، شوفوا ما احلى. واخذت، لا هدول اول فيكتوريا جابت لي اياهم هي. في كمان في هون شغلات مخبيه، بس هذا بصور لكم اياهم. بس المهم انه التريننج تاعت اليوم من عند كوكو. اوكي، هلا بحط لكم اكاونتها، هلا بحط لكم كمان اكاونت رونزي. رونزي هي اللي بتعمل هدول. اوكي، اللي بتعمل علاقات الشناتي، بترسم، رسامه، يعني هي تالنت بصراحه، تالنت مش طبيعيه، كتير موهوبه.